صباح الخير عليكم من جديد. الفرحة حلوة يا شاذلي، والناس فرحانة واحنا فرحانين، وربنا يزود الفرحة دايما ونبقى مطمنين اكتر ان شاء الله لمباراة يوم الثلاث، ونفرح ان شاء الله ويرجعوا لنا الابطال وهم في ايديهم تذكرة الصعود للمونديال. خلينا دلوقتي نروح لزميلتنا فاطمة ونتعرف منها على ايه اخبار الطقس والعملات والذهب وكل الاخبار. صباح الخير عليك يا فاطمة، مبروك علينا الفرحة ومبروك علينا النصر. صباح الخير يا شاذلي، وصباح الخير يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي القناه الاولى، وصباح الخير يا مصر. وطبعا الف مبروك لنا كلنا. وقبل ما ابدا طبعا واستعرض مع حضراتكم اسعار صرف العملات واحوال الطقس وكمان اسعار المعادن، عايزه اقول لمنتخبنا الوطني منتخب الفراعنه الف مبروك، شرفتونا بجد باداء مشرف واداء رجولي في امبارح طبعا في مباراتكم ما بينكم وبين السنغال. طبعا بتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى نشوف اداء قوي وتركيز اكبر في المباراه الحاسمه في السنغال يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله.